السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم نحضر معكم مملحات سريعة التحضير وسهلة، نقدروها نعملتها هنا في مول انديفيديال، نجمو نعملوها في مول حجم عائلي. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. طبعا لا تنسوا أن تدخلوا للقناة، تضغطوا على أبوني، بعد ذلك تضغطوا على الجرس حتى لما ينزل أي فيديو جديد يصلكم إيميل أو نوتيفيكاسيون. نحتاج إلى 370 غرام دقيق، 15 غرام خمارة فورية، 10 غرام سكر، 120 غرام حليب، 60 غرام زيت، 100 غرام جبن أبيض، 100 غرام زيتون مقطع بدون نواة أخضر ومقطع هكذا إلى قطع. أحتاج إلى حوالي ملعقتين كبيرتين من المعدنوس المفروم. أحتاج إلى 150 غرام من الفطر، 3 بيضات، كيس من الخميرة الكيميائية، الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. أبدأ في التحضير. أولا ندفئ الحليب، نوضعه في أنية واسعة، نضيف له السكر والخميرة الفورية ونخليهم يتفاعلوا، نحركهم ونخليهم يتفاعلوا. بعد ما تفاعلت الخميرة الكيميائية، كنت في هذه الأثناء قليت الشامبينيون الفطر، قطعته وقليته في قليل من الزيت. الآن في إناء وضعت البيض، 3 حبات البيض، نخفقهم هكذا بالتراب يدوي، نضيف لهم الزيت، نخلطهم جيدا. بعد ذلك أضيف الخميرة اللي كانت تفاعلت مع الحليب والسكر، نضيفها الخليط. نضيف المعدنوس، دائما مع الخلط الملح، فلفل أسود، وضيف الزيتون، نضيف الجبن الأبيض، نضيف الفطر أو الشامبينيون، أخيرا نخلط الخمارة الكيميائية مع الدقيق ونضيفهم للخليط. نضيفهم للخليط، نغرب لهم طبعا. تحصلوا على هذا الخليط، خليط يكون على هذا الشكل. نجيبوا دي مول تاع سيليكون اللي يكون عندكم متوفر، انا اخذت هذا الشكل، وندهنوه بزبده او زيت ونعملوا فيه الخليط. نسخنوا الفرن على درجه 180 درجه مئويه، كي نسخنوا نعملوه في الصينيه وندحيوهم يطيبوا. هادو هما المملحات على شكل لقيمات صغيرة بعد ما خرجناهم من الفرن، خدوا اللون الذهبي، طابوا لمدة 20 دقيقة، تلونوهم مع شوربة أو حساء. نتمنى لي صالي تاع اليوم يعجبكم وتجربوهم. إلا جربتوهم ما تنساوش تخليولي التعليقات نتاعكم،
أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.